النسبة أقل من الأمراض اللي هي كيف القسم هذا في الجانب البيئي على الصعيد الوحدات. وكذلك هذه المشاريع الجديدة مثلا الأخضر هنا المشاريع ديال الصح المجزرة من بين المسائل اللي غدير موازنة لها إنجاز المجزرة وحدات ديال المعالجة ديال المياه اللي هي غادي تجي زيادة المعالجة ديال دوك النفايات اللي غادي يجيو من المجزرة. يكفي ان يكون عندنا واحد الفران انفور انفور اللي هو كيحرق جميع ديك مثلا ديك اللحوم اللي غير صالحه للاستهلاك. فكاين واحد الفران اللي تقريبا الحراره بدات 1200 درجه تقريبا تحت كلشي حتى غدا كيحرقهم. اذا هنا الجانب اللي خاص يكون كما تيقولوا زيرو ديفو ما يكونوش مشكل. والجانب الاخر ديال البيئي عند الفلاحه هنا اللي كيكون خطير كيكون ترشيد استعمال الادويه كتعرفوا بان اوروبا الدائره ديالها خصوصا منتجات الحوامض كلها عندها شنو شواهد ديال التصديق بان لاسيرتيفيكاسيون لان ما يمكن تصدر الى هذا الشواهد. لان ترشيد استعمال المؤمنات ترشيد استعمال الادويه ترشيد استعمال الماء بان عندنا واحد الشبكه ديال المحطات ديال الارصاد الجويه اللي كتعطينا النسبه ديال التبخر ديالنا كل نهار. وكل فلاحه ديالنا اللي مثلا كيوصلهم واحد النسرة واحد اس ام اس كل صباح باش عرفتوا ديال الكميه ديال الماء اللي غنعطيو لهاد ديك الغله ديالنا باش ما يكون لا افراط ولا تفريط. فهذا تقريبا كاين سالي نفلو خدام تقريبا هذه 50 ولا 60. الجانب الاجتماعي ما بدي المساعده في الدخول المدرسي المساعده الرئيسيه في هذه الحالات اللي هي مؤلمة ولا الحج ولا وهذا المشروع ديال السكن اللي هنا بينا ان شاء الله بين ينطلق الرخصة هذاك الجانب. وكاين جانب كما قلت ديال هما ديال الفلاحة هنا كنستافدوا التعاون اذا المركبات لي كومبلكس كوماتيك هما اللي غيكونوا النواة ديال هذا الجانب الاجتماعي فيما يخص الفلاحة الصغار. وهنا كنجي المحور ديال التكوين أكثر كاين بعض العائلات اللي عندهم يسمى الدور العائلي القابل في ميزون فاميليال الغبار. هذا ميزون فاميليال الغبار هو التكوين ديال ولاد الفلاحة ولاد بنات الفلاحة اللي هما الفلاحة ديال والمواطنين ديال المسكن. استلم التصويت مباشر زيادة ربما راح يكون الواتيكا اللي عندكم زيادة تقريبا واحد ما بين 30 ولا 40 ألف بطريقة مباشرة على الصعيد الدعات الفلاحية من غير كل هذه العاملة العائلية كما دور الفاميليا ولكن كل هذه العاملة اللي هي هذه القضية اللي قلتي فيها ديال الفلاحة. فالأقل في السلاسل ديال الإنتاج اللي حنا فيها كاين تقريبا أربعة كاين خضروات كوبا تقريبا الحمد لله تقريبا واحد السنين كاين الحمامات ديال تقريبا الأول مطالب الإنشاء ديال الكوبا 89 كاين الحليب ديال الكوبا 93 اللحوم الحمراء إن شاء الله السنة المقبلة غادي تدخلوا فيما يخص التثمين والتحويل ديال الوجود أما اللحوم تقريبا 2005. فهذه المبلغ تقريبا السلاسل الأربعة اللي كاينين على الأقل كما تيقولوا ندخلوهم ونضبطوهم التخصصات ديال الدردات وكم بعض الاشياء تم توظيف هذا
الا ان البرنامج طور اوردي غير كونفيدر البرنامج اللي حسب الى استحضار ما كاينش حتى التنميه المحليه او التنميه الفلاحيه في البلدان او عاصفه كيهتم هذا المجال فقط استراتيجيه التغذيه اشياء كتهتم بالمجال ديال الافكار وهي اشياء ديال التنميه ولا شي حاجه على كيف مارس الانسان هذا المنطقه لمحاربه البطاله في المنطقه او تربيه j'appelle ce chantier. Là, nous sommes ici dans la salle de conférence. Oui. Vous êtes passé par le SAS qui mène vers les VIP, vers le hall des expos. Donc, les projets de M. Anasser de la COPAG, M. Kadri et surtout enfin, de la COPAG, c'est de faire une grande vitrine pour tout ce qui est agriculture. Dites-moi vraiment. Élevage bovin. Élevage bovin. Voilà, donc avec vraiment des stands dédiés pour que les exposants puissent présenter leurs produits. Ici,
ce sera aussi un centre de vie. Vous verrez beaucoup de choses, on vous expliquera beaucoup de choses. Par la suite, vous avez également une esplanade des machines où certains exposants vont vous présenter leurs dernières machines, les dernières nouveautés. Nous avons le hall des bovins dans lequel nous allons avoir un concours. Des vaches vont être présentées, on aura des ventes si je ne me trompe pas. Quelques ventes. Vous tapez sur les doigts si je dis des bêtises, monsieur Anasser. Oui. Donc voilà, nous sommes là depuis un mois. C'est vrai que ça commence à prendre forme. On est dans la dernière ligne droite. Là, on a beaucoup de gens qui arrivent aujourd'hui. On va mettre du mobilier, on va donner les dernières finitions. On est quasiment prêt maintenant, on n'attend plus que vous. Et que vous nous fassiez beaucoup de promotions pour qu'on ait beaucoup de gens qui viennent et que tout le monde soit très content. Voilà. Merci. 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 Merci.